السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو التاني من Sequence Alignment، فيديو تاني من محاذاة التتابع. احنا قلنا اخر حاجة اتكلمنا عنها ان انا اقدر ان انا احدد افضل تماثل بالطرق الاتية. في الطريقة الاولانية قلنا عليها الدوت بلوت او الدوت ماتريكس بلوت، وفي الطريقة التانية اللي هي الدايناميك بروجرامينج. اجي الاولى، الطريقة الاولى طبعا هي دي ابسط طريقة بقدر ان انا احدد بيها التماثل في التتابعات. بتظهر بيانيا، ممكن يستخدم لمقارنة التتابعين او لمقارنة التتابع مع نفسه عشان نعرف التكرارات اللي موجودة في السيكونس الواحد. فلو مثلا قدامنا تتابع زي اللي قدامكم ده والتتابع التاني، وعايز ان انا ده السيكونس الاول رقم واحد والسيكونس التاني، بكتب يعني واحد في عمود واحد في صف كده، وابدأ ان انا اقارن كل حرف في التتابع مع الحرف اللي موجود في التتابع الاخر. يعني التي قصادها A، الجي قصادها جي، يبقى انا احط هنا نقطة. لو في تماثل احط نقطة، تمام. لو مفيش تماثل بسيبها فاضية، يعني السي هنا قصادها جي فبسيبها فاضية، التي قصادها تي يبقى هنا بحط نقطة. ده دي الطريقة بتاعتها. طبعا ده كلام يعني ما تقدرش انك تحدد بيها افضل تماثل، لكن بتستخدم لاغراض بسيطة جدا، انك تقارن ما بين سيكونس والسيكونس التاني عشان تشوف معدل التكرارات الموجودة. لكن زي ما انت شايفين هي بتحط نقط في كل مكان، فما تقدرش انك تقول ان المكان ده هو مين، هو ده اللي هو احسن محاذاة او افضل محاذاة موجودة. لكن هو استخدم بعد كده في مثلا في البلاست، كان مرحلة من مراحل البلاست، يبقى هو ملوش، يعني احنا مش هنقول ان هو ملوش اهمية، هو له اهمية لكن في مرحلة معينة، وما ينفعش ان انا افضل استخدمه للاخر. يعني هو ده مش هيفيدني للاخر، ده بس بمرحلة معينة ان هو بيحدد لي الاماكن بتاعت الايه الالاينمنت. ده البرنامج اللي انت ممكن ضغطت على اللينك ده هتستخدمه. نيجي بقى للطريقة اللي هي الافضل، الطريقة التانية اللي هي الديناميك بروجرامينج. احنا زي ما قلنا هنا ان الدوت بلوت ما بتقدرش تبين الاقطار اللي انا اقدر ان انا اوصلها ببعضها عشان اكون المحاذاة اللي انا عاوزها. استخدمنا الديناميك بروجرامينج بتعمل على ايجاد المسارات المثالية عن طريق بقى الحسابات بطريقة اوتوماتيكية. طبعا انا ما بعملهاش، لكن انا المفروض انك بتعرف ازاي البرنامج بيشتغل او ازاي بيحسب اللي هو معدل التماثل وازاي بيفضل محاذاة عن محاذاة تانية. هو استخدم طبعا النيدلمان وونش، وتستخدم هذه الطريقة للتتابعات ذات الحجم المتوسط. ما مقدرش ان انا اعمل بيها محاذاة للجينومات، للجينومز نفسه كبيرة. الطريقة بتاعت الديناميك بقى، ديناميك بروجرامينج شغالة ازاي؟ بيكتب هنا السيكونس الاول هنا موجود في صف، والسيكونس التاني موجود في عمود، ويبدأ يحط مقدار تقدير للمعادلات دي. فمثلا لو لقى ماتش تطابق فيبقى التقدير اكبر من صفر، بيحط له بلس 1 زائد 1. واي حاجه ميس ماتش او جاب فجوه او ميس ماتش بيبدا يحط لها مقدار اقل من صفر. فطبعا لقوا ان السب سيتويشن، موضوع الاستبدال ده بيكون الفجوه، فالفجوه حط لها سالب 2 اللي هو البنتلي اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت اللي هي الجزاء، وحط سالب 1 لعدم التطابق. يعني لو كان في عدم تطابق ميس ماتش بيحط سالب 1، لو كان في جاب فجوه بيحط سالب 2، لو في ماتش بيحط 1 عشان يديك في الاخر سكور. السكور ده يقدر يقول لك التماثل بنسبه قد كده، فانت تبدا تعمل تفاضل ما بين المحاذيات وبعضها. هنا بيمشي برضو زي ما قلنا اهو، تي قصاد تي فبيحط 1 ماتش. بطريقه معينه بقى مش هشغل ما تشغلوش دماغكم بيها، بيعمل التقديرات دي، معدل التقديرات دي، عشان في الاخر لما يخلص التقديرات يبدا يشوف افضل تماثل بيبدا موجود فين بمعادلات معينه. عشان اسهل الموضوع شويه واخفف الموضوع، هو الموضوع اصلا كله بيبقى عباره عن برنامج بيبقى ديفولت، انا ما بلعبش فيه خالص وما بغيرش فيه اي معدلات. هو بيبدا بقى يفضل المحاذيات عن بعضها وبيديني النتيجه في الاخر.
فهنا ده افضل تماثل اللي هو الاسهم الحمراء دي لغايه ما تفضل ليه للاخر. في الاخر عرفنا ان المحاذاه او المثاليه الافضل اللي هي كانت دي تي قصاد تي، سي قصاد سي، جي قصاد جاب فجوه، وسي قصاد سي، واي قصاد اي. ما عنديش غير فجوه واحده هنا. انا بحدد افضل تماثل من اسفل اليمين من المصفوفة، يعني من اسفل اليمين ان المصفوفة هنا الى اعلى اليسار، يعني انا باخد من اسفل اليمين الى اعلى اليسار عشان احدد التماثل. او اقدر كمان ان انا احسبها بالمعادلة دي من غير ما تعمل، يعني من اسفل اليمين الى اعلى اليسار في الاتجاه اللي انت بتاخده ده، بتروح تعمل بالمعادلة دي اللي هي موجب واحد مضروبة في عدد الماتشز التطابقات الموجودة ناقص واحد اللي هي سالب واحد مضروبة في الماتشز في الميس ماتشز ناقص اتنين مضروبة في عدد الجابس. فبتبدأ الاخر تديك ايه اللي هو المعدل بتاع افضل تماثل اللي هو رقم اتنين هنا. يبقى هنا مثلا عندي الماتشز قد ايه، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، اربعة ماتشز، يبقى موجب واحد مضروبة في اربعة ناقص واحد مضروبة في كام ميس ماتش، ما عنديش ميس ماتش يبقى صفر، ناقص اتنين مضروبة في ميس ماتش، عندي كام ميس ما عندي قصدي جاب مضروبة سالب اتنين مضروبة في جاب، عندي كام جابز، عندي واحدة بس، يبقى اتنين في واحد يبقى اربعة ناقص اتنين بكام، باتنين بافضل تماثل هي مين اللي موجودة قدامنا دي. تشوف المقدار وبعد كده تقارن اللي موجود. الديناميك بروجرامينج بطيئة وطبعا مكلفة جدا. ايه هما الاسرع؟ احنا قلنا اللي هي المحاذيات الموضوعية السريعة، في عندي البلاست وفي الفاستا. الفاستا دي اللي اني قلنا عليها الاختصار بتاعتها الفاست الاينمنت بروجرام، وكمان البلاست اللي هو البيزك لوكال الاينمنت سيرش توتال. بيتميزوا طبعا بالسرعة لكن على حساب مين؟ الدقة. زي ما قلنا قبل كده هي بتبقى طرق ارشادية وليست شديدة الدقة، لكن هي سريعة جدا وما بتاخدش وقت ومش مكلفة. ناخد اول حاجة الفاستا. الفاستا اكتشفت سنة 85، بتتميز بانها اكثر حساسية ودقة من البلاست، لكن البلاست هي اسرع منها، فهي دي بتبقى علاقة عكسية، كل ما كنت سريع كل ما كانت الدقة بتاعتك ابطأ، لكن كل ما كنت ابطأ كل ما كانت الدقة بتاعتك اعلى، خاصة على مستوى الدي ان ايه. اول طريقة استخدموها هي الفاستا، وبستخدمها عشان اقارن بيه التتابع اللي انا بستخدم اللي انا مطلعه اللي انا بدرسه اللي هو الكويري سيكونس اللي انا بشتغل عليه، وبقارنه بقاعدة البيانات بالداتابيز، بقاعدة البيانات زي الان سي بي اي. هنا بقى بيشتغلوا الاتنين زي بعض، الاتنين مفيش فرق ما بينهم غير في السرعة وفي الدقة. يعني مثلا ده البلاست بيبقى سريع ليه؟ لانه بياخد عدد كلمات اكبر من الفاستا. هنا بيغير او بيحول التتابعات السيكونس دي الى كلمات حروف جنب بعضها، فهنا بياخد ست كي تيوبل مع بعضها، الكلمات دي بنسميها الكي تيوبل، بياخد ستة للدي ان ايه، بياخد واحد او اتنين للبروتين. ناخد مثال هيوضح لنا الموضوع ده. هنفرض انه يوجد تتابعات بروتينات الكي تيوبل بتاعه اتنين، ده الكويري اللي انا بشتغل عليه، السيكونس بتاع الكويري اي اتش دبليو اف واي ار دبليو ان كي ال سي في، وده الداتابيز اللي موجوده فين؟ في قاعده البيانات. هيبدا يقسم هنا الكي تيوبل بتاعي الى حرفين اي اتش W F Y R W N K L C V. يبقى هنا بقسم الحروف بتاعتي الى كيتيوبل كلمات، فبيعمل جدول بنسميه الهاشنج، جدول تجزئة، هاشنج جدول التجزئة ده يبين موضع الكيتيوبل اللي موجود في الكويري، وبقارنه بالموضع اللي موجود فيه الداتابيس. ناخد كده الكيتيوبل بتاعي، فانا عندي الموضع في الكويري الار دبليو موجوده فين؟ رقم 6. ازاي؟ 1
اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. يبقى دي في الموضوع الكاتيوبل بتاع في الكويري ستة. موجود فين في الداتابيز؟ ادي واحد ادي اتنين، يبقى موجود هنا اتنين. طب السي في؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر، موجود في الحداشر. هنا موجود فين في الداتابيز؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، سبعة سبعة بس، تمانية تسعة عشرة، موجود فين؟ في العشرة. طب الـ AH، الـ AH موجودة فين؟ هنا في رقم واحد. هنا موجودة فين؟ هنا مش موجودة، يبقى زيرو. بنفس التوالي كده هنعمل القصة دي. واروح بعد كده مع بعد ما عملت جدول الهاشنج التجزئة، بروح اعمل جدول تاني اللي هو جدول الإزاحة. الإزاحة دي اللي هو المحاذاة، مقدار المحاذاة. فأنا بشوف هنا بحسبها ازاي؟ انا عندي الموضع في الكويري والموضع في الداتابيز زي ما احنا حسبنا. فالاوفست دي، الاوفست احسبها ازاي؟ بنقص الموضع اللي موجود في الكويري ناقص الموضع اللي موجود في الداتابيز، يبقى 6 ناقص 2 4، 11 ناقص 7 4، 11 ناقص 10 1. ببدا بعد كده ابحث عن الكلمات التي لها نفس الازاحه. يعني مين ليه نفس الازاحه؟ اهو الار دبليو والسي في ليهم نفس الإزاحة، وهي تظهر منطقة المحاذاة بين التتابعات كما هو مبين. يعني أنا ده عندي الكويري أهو، أمشي أمشي أمشي، ده مين؟ رقم أربعة موجود فين؟ أهو هاخد أربعة هنا وأربعة هنا، أربعة في السي في وأربعة في الأر دبليو، وتبدأ إنك تحدد التطابقات اللي حصلت هنا اللي موجودة قدامنا هنا في القواعد. الباقي هو كده انا حددت مين؟ حددت الالاينمنت اللي موجود. طبعا الكلام ده انت ما بتعملوش ولا بتشوفه اصلا، هو بيطلع لك النتيجه على طول، بتاخد النتيجه في الاخر من غير ما تعرف ايه اللي حصل. لكن هو ده الاساس بتاع البرنامج بيشتغل ازاي. بعد ما بطلع الكيتيوبلز الكلمات دي، بعد ما عرفت الازدواجيات بتاعتها والالاين بتاعتها، بستخدمها في الدوت بلوت، في الدوت ماتريكس بلوت اهي زي ما انتم شايفين كده، بستخدمها في الدوت بلوت. بعد كده ببدا ان انا اعمل مد للكيتيوبل للكلمات دي عشان اقدر ان انا اطلع باللي هو المحاذيات الاعلى تقدير باستخدام الدايناميك بروجرامينج. وفي الاخر بيظهر لك في البحث، يعني بيظهر للاخر للباحث مين؟ المحاذيات الاعلى تقدير فقط، اعلى تقدير في الالاينمنت هو ده اللي بيظهر في الاخر، وانا ما بشوفش كل الكلام اللي بيحصل ده. الفاستا ده شكل الموقع بتاع الفاستا، ده شكله اهو. انا دلوقتي ده البروتين نيوكليوتايد جينومز، بقدر ان انا استخدمه بقى ان انا اعمل رسم بياني، اطلع قائمه بالتتابعات المتماثله، واقدر كمان ان انا اعمل محاذاه للتتابع وتتابعات قاعده البيانات. انواع الفاستا، في عندي الفاستا والفاست اكس وتي فاست. اول حاجه الفاستا ده بيستخدم في الحاجتين، ان انا اقارن الكويري الدي ان اي بتاع السيكونس بتاعك بقاعده بيانات الدي ان اي، او انك تقارن التتابع بتاع البروتين مع قاعده بيانات بروتين. الفاستا اكس مخصص دي ان اي كويري مترجم، الدي ان اي بتاعي بترجمه وبقارنه مع قاعده بيانات بروتين. اما التي فاستا بقارن البروتين الكويري مع قاعدة بيانات دي ان ايه مترجمة. تاني حاجة بلاست، اكتشفت سنة 90، بتتميز بانها اسرع 3-4 مرات من الفاستا، لان الان في الفاستا عدد التماثلات المنتقاة في المرحلة الاولية اقل. بيحور برضو زي ما قلنا التتابعات الى كلمات، لكن بياخد كلمات كبيرة مش زي الفاستا، بياخد من 3-5 الامينو اسيدز للبروتين، ومن 11-12 من الدي ان اي. طبعا فرق كبير، عشان كده هو اللي بيأثر على السرعه، لكن الدقه بتاعته بتبقى اقل من الفاستا. بيبدا ان هو يعمل مقارنه للتتابع اللي هو الكويري تحت الدراسه بالتتابعات اللي موجوده في قاعده البيانات، ويتم بقى اختيار الكلمات المتماثله اللي اعلى تقدير، ويبدا يسجل مواقع للكلمات دي، وبيعمل جدول تجزئه زي الفاستا اللي هو الهاشنج تيبل، ويبدا يشيل الكلمات اللي هي كانت ذات تقدير منخفض، ما بيحطهاش فين؟ في الجدول. يبقى التماثليات الناتجه، تماثليات الناتجه تسمى بذور سيدز.
البذور دي بقى بيتم مد المحاذيات دي اللي قدامنا لتلك البذور في كلا الاتجاهين، ويتم وقف المد عندما يبدأ التقدير في الانخفاض، لما بيحصل ان التقدير بيبدأ ينخفض. وافضل بذور موجودة ممتدة ده مين؟ ال HSB اللي هو الهاي سكورينج سيجمنت بيرز اللي بتظهر قدامنا. البذور دي بقى هعمل فيها ايه؟ انا عندي الكويري سيكونس والداتا بيس سيكونس، دي السيدز البذور بيحولها الى HSBS اللي هو افضل بذور ممتدة. البذور الممتدة دي بعد ما بيحددها، بعد ما بيحصل اختيار عن طريق البرمجة الديناميك بروجرامينج للحصول على المحاذاة النهائية والتقديرات النهائية عشان نوصل في الاخر الى المحاذاة النهائية. ده اللينك بتاع البلاست ازاي بتستخدمه. البلاست قلنا بيتبع الانسي بي اي بعكس مين؟ الفاستا. الفاستا ده حاجة تانية، اكثر برنامج معلوماتية حيوية استخداما، يتعامل مع اكثر من 150,000 كويريس في اليوم الواحد. طريقته سهلة جدا. ده الكويري سيكونس بيبقى عبارة عن خانة بتحط فيها السيكونس اللي انت عايز تقارن بيه التتابع، بيعمل بلاست بروجرام وبيديك الاخر وهنا البلاس داتا بيس قواعد في الاخر بيعمل محاذيات ويديك النتيجة في الاخر بالشكل ده، بشكل عبارة عن الوان. البرامج بقى الاساسية اللي بيستخدمها البلاست في نيوكليوتايد بلاست اللي هو البلاست العادي، بيقارن الدي ان اي كويري بقواعد الدي ان اي نيوكليوتايد، وفي البلاست اكس ان هو بيقارن الدي ان اي المترجم في قواعد البروتين، والتي بلاستن ان هو بيقارن البروتين بالدي ان ايه المترجم، واخر حاجة البروتين بلاست اللي هو بيقارن البروتين كويري اللي انت بتشتغل عليه بقاعدة بيانات بروتينية. ده شكل الداتا اللي بتطلع لي من الالاينمنت اللي بيحصل، بيبقى هنا ده موجود المعلومات بتاعته من الجين بانك، ده السكور اللي موجود هنا والاي فاليو، وهنعرف دلوقتي ايه هو الحاجات دي. الاي فاليو اللي هي الاكسبكتيشن فاليو اللي هي القيمه المتوقعه. القيمه دي كل ما قلت القيمه المتوقعه كل ما زادت معنويه التقدير، وهذا يعني ان التتابعات متماثله. كل ما قلت القيمه دي بتاعت الاي فاليو القيمه المتوقعه، كل ما كان المحاذاه بتاعتي او في التتابعات دي بتكون متماثله مع بعضها. طبعا بتقل الاي فاليو بزياده طول المحاذيات، كل ما زادت المحاذيات او التتابعات المتماثله كل ما قلت الاي فاليو. الباحث بينظر للهيتس، الهيتس دي اللي هي التماثلات اللي حصلت ذات الاي فاليو تساوي 10 اس سالب 4 فين او اقل على مستوى النيوكليوتايد، بينما على مستوى البروتينات فتصبح كام؟ 10 اس سالب 3 او اقل. يبقى انا لما اخد ابص للهيتس للمحاذيات او الالاينمنت اللي حصل ببصه على مستوى الدي ان اي، ببص عند 10 اس سالب اي 6. لكن عند لو انا بشتغل على بروتين يبقى انا ببص على 10 اس سالب 3 او اقل من كده. انا بقارن هنا، بعمل كومباريزون ما بين السيكونس وبعضه. ده عندي سنجل سيكونس، ده السنجل سيكونس بتاع بروتين. في عندي قلنا البير وايز الاينمنت بايرويس اللي هو قارن بي، بعمل ازدواجية لسيكونس واحد. اخر حاجة المالتيبل الاينمنت ان انا باخد السيكونس بتاعي بقارنه باكتر من سيكونس في نفس الوقت. كده نبقى خلصنا الجزء بتاع سيكونس الاينمنت، وان شاء الله تفهموه كويس. شكرا، سلام عليكم.